مجال الطب عمدال يتطور باستمرار، سواء بالعلاج أو العمليات الجراحية أو حتى القدرة على ترتيب وإضافة شيء معين للمريض. بشكل عام، طب الأسنان التجميلي بيحتوي على عدة مجالات وعلاجات مختلفة، منها زراعة الأسنان والفينير واللومينير وحتى التلويس بكل أنواعه، بالإضافة لتبييض الأسنان يلي صار شائع جداً بهالوقت، خاصة أنه بيساعد تبييض الأسنان على تفتيح لون الأسنان والتخلص من التصبغات يلي بتنتج عن التدخين وشرب القهوة والملونات، وهالشي بيكون لاستعادة جمال الابتسامة. واليوم بفقرتنا رح نحكي عن استخدامات الليزر بمجال طب الأسنان. تفاصيل أكثر رح نعرفها مع الاختصاصي بجراحة الوجه والفم والفكين وزراعة الأسنان الدكتور زياد راشد الترك. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك دكتور. يا أهلا وسهلا دكتور. بداية خلينا نعرف المشاهدين عن شو هو الليزر المستخدم بطب الأسنان. مثل ما بتعرفوا الليزر تطور كثير خلال العقدين السابقين ودخل بكل مجالات الطب وخاصة بمعالجات طب الأسنان. هو الليزر حقيقة بالتعريف هو عبارة عن ضوء مركز أو ضوء مضخم بأبسط تعريف له، بيساعدنا بكثير معالجات، منها معالجات اللثة مثل ما تفضلتوا، معالجات تبييض الأسنان، منها معالجات خليني أقول كل نوع من أنواع المعالجات اللي بطب الأسنان ممكن يدخل الليزر بحيثية صغيرة فيه. صحيح. طيب دكتور، هل يا ترى له أنواع؟ طبعا. شو هي؟ هلا قبل كل شيء نحن عم نحكي عن الليزر الطبي، في ليزر غير طبي. تمام. الليزر الطبي له أنواع. تمام. الشيء اللي نحن بنركز عليه هو اللي بنسميه الليزر اللي هو للنسج الرخوة اللي بيتعامل مع هالنسج، والليزر اللي بيتعامل مع النسج الصلبة. مختلفين عن بعض بشيء اسمه طول الموجة، بيختلف ليزر عن ليزر بطول موجته، بطاقته، بتردده، بيكون في برامج خاصة لأنه كيف نستخدمه لكل نوع من المعالجات حسب النسيج اللي بنشتغل عليه. فأكيد في اختلاف، وصار في أنواع كثيرة للليزر، وصار في أجهزة متنوعة جدا لتزودنا بطاقة ليزرية مناسبة لهالنسج. تمام تمام. طيب دكتور، خلينا نحكي شوي عن فوائد الليزر بالطب بشكل عام وبالأسنان بشكل خاص. بالطب بشكل عام في له كل اختصاص من يتكلم به، ولكن بطب الأسنان نحن أكثر شيء تركيزنا حقيقة بمعالجات الليزر هو باللثة، يعني تخلصنا من الجيوب اللثوية بسهولة، وكأنه بتغنينا عن بعض عمليات التجريف المفتوح اللي كنا نسويها فيما مضى، بتفيدنا بإزالة التصبغات اللي بتكون على اللثة اللي هي القتامين اللي بيكون منتشر بنسميه نحن توريد اللثة. بتفيدنا كمان بمجال معالجات حول الزرعات، معالجة اللثة حول الزرعات المريضة، هذا ممكن نحكي عليه بشكل تفصيلي بالمستقبل، إنه شلون نستخدم الليزر لنتخلص من مرض الزرعة اللي هي فاتت بحالة مرضية. صحيح. مشان ما نخسرها بعمر مبكر. بفيدنا كمان بتقليل عدد الجراثيم الموجودة بالفم. بمجال اللثة كمان في أجهزة ليزر عنا بتساوي التقليح اللي احنا بنساويه عادة على الألتراسون، على الألتراسونيك اللي هو الاهتزازات فوق الصوتيه، هلا ممكن نساويها على الليزر. كثير امور بتفيدنا فيها، بس تركيزنا حقيقه هو على النسج الرخوي، ولو انه بيفيدنا حتى بالنسج الصلبه. لما نقول نسج صلبه يعني عم نقول الاسنان وعم نقول العظم. النسج الرخوي ضمن الفم هي الغشاء المخاطي واللثه والاربطه، نعتبرهم هدول انسجه رخوه. فممكن نشتغل على هدول الانسجه واصاباتهم وعلى هدول الانسجه واصاباتهم. تمام. طيب دكتور، يا ترى مثل ما في ايجابيات اكيد في سلبيات، في مضار او شو هي مضار استخدام الليزر؟ هلا اكثر مضار للليزر بتنشا لما بنكون نحن ما عارفين نستخدمه. لما بتستخدميه بالطريقه الصحيحه وبالمكان الصحيح ما له اي اذى الليزر، بالعكس مفيد جدا. تمام. ولكن اذا استخدم بايد غير خبيره او بجهاز غير مهيئ لانه ينشغل فيه هالاستطباب، او كانت البارامترز تبعه ما له مناسبه، فرح تساوي اذيات واذياته بتكون كبيره. مثل شو يعني الأزيات ممكن تصير؟ ممكن يحرق النسج. تمام. ممكن يخترق اللثة يوصل للعظم. تموت للنسج. بيساوي تموت. تمام. تمام. بس هذا كلياته بيكون أندر كنترول لما بيكون اللي عم يشتغل عليه خبير والجهاز مهيئ لهالنوع من المعالجة. تمام. تفضلي. سألت ولا أنا؟ لا تفضلي، كملي سؤالك. ففي حال اخترق اللثة شو ممكن يصير؟ بده يروح جزء من النسيج اللثوي، ساعتها بدنا نساوي عملية ترميم للمنطقة اللي فقدناها، حقيقة هو فقدان نسج رح يصير. اوكي. صحيح. طيب دكتور، خلينا نحكي شوي عن التعليمات اللي بنعطيها للمرضى قبل استخدام الليزر وبعدها. فقط يكون الفم نظيف تماما تماما، وبعدها بعض المضامد اللثوية اللي متعارف عليها بالصيدليات، أما ما في تعليمات خاصة. أهم شغلة إنه نشتغل بفم ببيئة نظيفة. صحيح. طب يا ترى دكتور، أنا في مثلا في حال أنا عملت تبييض
تمام ليزري وما عجبتني النتيجة، أو حتى المريض ما التزم بالتعليمات اللي بتعطوا إياها، أو حتى أي شيء ممكن صار معه هو بده يعيد هالعملية، هل هالإجراء ممكن ولا بده فترة مدة ممكن ينجح ممكن لا؟ ما في أي مشكلة، بيحسن يعيدها وبسهولة. بالنسبة للتبييض بالذات هو الفعل للمادة المبيضة، الليزر فقط محرض لهي المادة لتفكك الأصبغة، فبتحسن تعيدها إذا ما عجبتها النتيجة، إذا المينا تبعها بتسمح. تمام أوكي تمام. طيب دكتور خلينا نحكي شوي بموضوع شوي اختصاصي بليزر الإريبيوم. هلأ طبعا هو جهاز، خلينا نعرف المشاهدين عنه أنه هو جهاز هلأ يستخدم للنسج الصلبة، فخلينا نحكي شوي عن استخداماته بطب الأسنان. يعني نحن مثل ما بنعرف أنه هو هل بيزيل النخر، يعني بنخلص من هذا صوت الوز اللي بكرهوه المرضى، ففي فيك تحكي لنا عنه بشكل أوسع؟ نعم، الإريبيوم ياج ليزر بيستخدم حقيقة ل الهارد تيشو والسوفت تيشو الاثنين سوا. صحيح. بالنسبة لإزالة النخور بالليزر صار أمر سهل ومن زمان مشتغل فيه على الإريبيوم، لما بيكون النخر محصور حقيقة بطبقة المينا أو جزء من طبقة العاج، فساعتها بنرتاح من موضوع اللي عم تفضلي فيه هو القبضة أو التوربين هي وصوتها وإزعاجاتها. بالنسبة لموضوع العظم، أحيانا منقص فيه جزء من العظم فوق ضرس عقل بدنا نشيله، عوض ما نستخدم السنابل الجراحية بنستخدم الليزر. فائدة الليزر بتقولي ليش هيك مو هيك؟ بقول لك فائدته انه بيعطيني الم اقل بعد العمل الجراحي، حتى عقامه للمنطقه اكثر، وزمه اقل وشفاء اسرع. شفاء اسرع صحيح، بسبب انه هو بيقتل الجراثيم. تمام. طب قبل شوي تذكرت ببدايه مقابلتنا مع حضرتك انه في ليزر طبي وليزر غير طبي. تماما. فشو الفرق بيناتهم او في تحكي لنا عنهم؟ اطوال الموجه دائما هو تمام. الليزر هو ضوء، كل ما بيختلف طول موجته بيختلف طريقه استخدامه لشو. طبعا. حتى بالمجال الطبي، حتى بمجال طب الأسنان، كل ليزر أو كل معالجة إلها طول موجة معين وإلها طاقة معينة وإلها تردد معين للبلس اللي بتعطيها للنبضات تبع الليزر. طبعا هذا الفرق، هو تجميلي ولا طبي ولا هذا؟ طبي. تمام. فرق طبي بس بالأصل بيكون هندسي صناعي. أوكي. يعني اللي صمم الجهاز عارفان أنه هذا هيك رح يساوي بهالمعالجة. هيك رح يساوي بهالمعالجة. تمام. وهون التطور. أوكي صحيح. هلأ نحكي عن التطور، يعني نحن لما بيكون مثلاً نستخدم بطب الأسنان مثلاً أو بالمعالجة شيء متطور، نحن بنخفف من الألم. يعني مثلاً نحن وقت نقطع اللثة بالقبضة مثلاً، فنحن عندنا تعليمات كتير، ممكن نحط مثلاً يعني رح يصير في نزف، رح يصير في آلام تالية لهي العملية. أما نحن بالليزر شو رح يصير؟ هلا بالليزر قبل كل شيء هو مثل ما اتفقنا شعاع، فبتحسني دقة الرسم فيه كأنك عم ترسمي بقلم. صحيح. هي أول نقطة. النقطة الثانية إنه هو بيقطع وبيخسر، فما حيكون عندك نزف. النقطة الثالثة إنه هو قاتل للجراثيم، فما حيصير عندك التهاب بعده. هذا الشيء بيخلي المريض أرياح وبيخلي تعليماتنا أقل. صحيح. تمام. طيب دكتور بدي أخيرا من نصائح من حضرتك للأشخاص اللي ممكن هن المقبلين إنه أو حابين يعرفوا شو هن وشو هو الليزر. اي حدا اليوم بيفوت على اي موقع عالمي بيحسن يقرا عن الليزر وبتفاصيل، يعني تفاصيله كثير كثيره، هو صار بحر من العلم، وهلا صار في ناس عم تاخده يعني على اتجاه الاختصاص، انه في ناس مختصه مثلا بالليزر في طب الاسنان. صحيح. تمام. شركات للتصنيع او الاجهزه او الاطباء اللي بيقول لك انا بعالج بالليزر. تمام. شكرا كثير لك دكتور، انا وسهلا اليوم معنا، وشكرا لكل المعلومات اللي قدمت لنا اياها. الله يسلمكم، ان شاء الله دائما نشوفكم بخير، معلومات مفيده اكيد ان شاء الله. شكرا لك.